مكرونة. بسم الله. حط عندي مية سخنة عندي على النار. ايه يا حبيبي؟ الشاورما ان شاء الله مكرونه، شويه زيت صغيرين، وبعد كده عندي ايه؟ عندي شويه ملح زي ما حضراتكم كده شايفين. تمام؟ تمام. ناخد عندنا بقى الايه؟ صدور الفراخ اللي احنا عملناها، هطلع منها جزء الفيليه ده اهوت، ودي هقسمها على اتنين. هقطع دي شاورما كده اهوت رفيعه. ناخد الجزء بتاع الفيليه ده برضو نقوم شايلينه ونقطعه شرايح. ناخد دي على اتنين اهيت. طيب ادي صدرين الفراخ اللي طلعوا من الحاجه نفسها، من الفرخه نفسها قدام حضرتك. تعالوا ناخد عندنا المكرونة بتاعتنا ونبدأ نحطها عندنا في المية السخنة زي ما حضراتكم كده شايفين. أي نوع مكرونة عندك تشتغل معاكي نبدأ نحطها عندنا، ولازم لو أنت بتسلق مكرونة تكون مية كتير، ده مهم جدا. وموضوع المكرونة طالما هنعملها في صوص يبقى مش سلق كامل، ده مهم قوي، فعشان أنا أسلقها سلق كامل يعني. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه، هنقطع الخضار الشاورما إزاي. هجيب عندي بصل، هقطع شرايح رفيعه جدا البصل. هجيب عندي بقى طاسه كده اهوت عشان هنبدا نشتغل بيها، شويه زيت صغيرين مع مكعب زبدة كده حلو. وهنا بقى البصل قطعناه، فلفل أحمر وأصفر وأخضر، هاخد منهم شرايح. تمام. تمام. نروح بقى هنا نبدا نشتغل عندنا عشان بنعمل زي ما اتفقنا الشاورما. اول حاجه هبدا ان انا احط عندي الصدور الفراخ اللي احنا قطعناها شرايح. بسم الله الرحمن الرحيم. المكرونه هنا حطيناها في ميه سخنه بتتسلق عندي، لازم كده تحركيها كده، اول ما بنزليها تحركيها كده حركه كده بسيطه عشان تبدا ان هي ايه بس ما تبقاش ماسكه ببعضيها وتتسلق معاك كويس. شوية بابريكا صغيرين، ملح، عندنا شوية من الفلفل الأسمر، وديها بقى ايه التقليبة دهيت كلها مع بعضها. تعالوا ناخد عندنا بقى البصل والفلفل الألوان، طبعا لو ما فيش فلفل الوان ممكن فلفل لومي اخضر يشتغل زي الفل يعني. رايحين نحارب ايه ده؟
اشاعات. نديها التقليبه المحترمه للشاورما الفراخ اللي عندنا. ممكن احط شويه من بهارات الفراخ او بهارات الشاورما لو عندك. ماشي كده انا كده ايه تمام. يبقى فاضل ايه بقى؟ فاضل صلصه الطماطم. صلصه الطماطم وعصير الطماطم، يعني نحطهم على الفراخ، احنا مش هنعملهم لوحدهم، على الفراخ نفسها، لان ده هينزل جوه الصوص نفسه. المكرونه دي بعد ما تتسرق هتبدا تخش جوه الصوص نفسه. وهبدا ان انا اعمل ايه بقى؟ هنحط عندنا معلقتين صلصه طماطم. عايز حاجه جيمي؟ وبعد كده بقوم حاطط عندي عصير طماطم. تمام اهو. وهنظبط الملح والفلفل عشان بعد الفاصل بقى هنبدا ايه نشتغل عندنا. اهو اقلب واسيبها عندي لحد ما تبدا اللي هي تاثر معايا شويه، ونبدا نشتغل نحط المكرونه عليها. اقدم حاجه محترمه جدا وسهله قوي. ايه استوت نص كده، ايه الثلاث ارباع سوا، نقوم شايلينها وتخلينا نكمل الباقي فين هنا في الصوص بتاعها، وتشيلي من هنا على هنا على طول. وده افضل حاجه لما تيجي تعملي اي مكرونه بصوص ابيض، مكرونه صوص احمر، انك تاخدي على طول من ميه السلق على طول على الصوص نفسه. لان خلي بالك برضو الميه نفسها لو لقيت الصوص برضو بتاعك قليل خفيف اسف، بتاخدي من الميه ديت وتخففي منها. وما ننسيش ان الميه ديت فيها النشويات بتاعه المكرونه نفسها، فبنفس الوقت بتخلي الصوص بتاعك مظبوط جدا. قلبنا هي ماشي. راح فين؟ تعالي هنا. صحيح ماشي جميل. خلي بالك بقى ايه من اللي جاي بقى. هنعمل ايه بقى؟ نقوم عاملين دهيك كده اهو، جايبين صاج نقوم شايلين الباشا دي هنا حاطينها هنا، واخدين عليها الجبن ومدخلينها الفرن بقى ايه. وكل سنه وانت طيب يا باشا. شكرا كده. نقوم شايلينها كده زي ما هي.